قادرنا المباراة كما بغينا احنا، سيرناها كما بغينا احنا. كانت ندية، كانت أجواء، تعرفوا الأجواء عندنا الإفريقية كيفاش، زاد طاحت الشتاء، يعني الأمور كانت كما حبينا تكون. ما صرا والو حق، دوك عملنا خطوة يعني في نحو دوك عملنا خطوة، لكن ما بقى والو. أنا نعرف هاد الشيء كيفاش يصرى، نعرف كيفاش هذيك لا ديكومبريسيون، نعرف لا بريسيون. إن شاء الله محضرين رواحنا. المباراة مازالت كما قلت، احنا بقات لنا 90 دقيقة لازم نمدوا اللي علينا باه نفرحوا الشعب تاعنا إن شاء الله. مقابلة الذهب وين هي نتيجة إيجابية، مازالت 90 دقيقة بالك وفريق يدخل للتاريخ، خاصة اللاعبين اللي كانوا رجال داخل الملعب، بالإضافة إلى الطاقم الفني، إمام الطاقم الطبي، إمام الناس كانوا واجدين المقابلة هذه، خاصة أيضا تانيك الإدارة اللي وفروا الإمكانيات للفريق هذا باش نحققوا نتيجة إيجابية. الحمد لله احنا درنا واش لازم في مقابلة الذهاب. دوكا وين ولينا لازم نزربوا نرجعوا. المقابلة الثانية راح تتلعب على الاسترجاع وراح تتلعب على التعب. ان شاء الله نسيو نزربوا ريكيبيري ان شاء الله باش نكونوا واجدين ان شاء الله المقابلة الثانية تاع الايام. الحمد لله جبنا لا بروميير مانش، مازلنا لا دوزيام مانش، لا كوب ني با انكور شينو، مي ان شاء الله نجيبوها. لو بلو دور درناه ليه باش تربح ليه، سي تري ديفيسيل، اون لا في. إن شاء الله لا كوب سرا لو سوار.